ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك إن جوزها اتجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها، تبلغيها أنت. أظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها إنها عملت كده. أقول لك إيه؟ مش خايف أنقل الكلام اللي أنت بتقوله ده لسالم بيه يقوم يقطع عيشك أو رقبتك؟ لو أنت صادقة، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريان تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفة. برافو عليك. لايق قوي كمان أصله على ال شاطر. يا ربنا نسوان زبيدة ايه فرحات بس؟ اسألي بدل ما انت قاعدة محتارة كده، على الأقل تلاقي حاجة تشغلك بدل ما انت تبحلقيلي وانا باكل. خلص أكل براحتك وبعدين نتكلم. ما تهيليش عندك صبر لحد ما أخلص أكل. عينيكي كلها أسئلة. عايز أعرف ناوي على إيه يا باسم؟ بعد ما تخلص أكل طبعًا. أكيد هحلي طبعًا. باسم أنت فاهم أنا أقصد إيه؟ أكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من أبوكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله حقيقي كويس. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. وايه اخبار ولي العهد؟ الحمد لله كويس. الدكتور طمنك؟ لا انا ما نزلتش، تعبت شويه، كلمت واجلت الميعاد لبكره. خلاص خليكي بقى لغايه لما الاقي جارد تاني. سليمان ما ظهرش في غيابي؟ اصلي بطلبه من ساعه ما رجعت ما بيردش. ايه ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ وماري يعرف منين ان سليمان هو اللي قتل اشرف؟ ده شك في اخلاص لسعادتك واتهام ولا انا بتهيألي؟ وانت ليه خدتها بالشكل ده؟ عشان سعادتك ما شفتش باصص لي ازاي وانت بتسالني السؤال؟ وانت كمان ما شفتش نفسك وانت بتقول لي خبر موته بمنتهى الهدوء كده؟ الله يرحمه يا فندم، مش هيغلى على خلقه. ونعم بالله. مؤمن قوي انت يا سيد. يعني يا فندم بحاول اقلل ذنوبي على قد ما اقدر. وذنوبك دي بقى من ضمنها الخيانه؟ عمري ما خدتش فيها ولا ذنب واحد حتى يا باشا. احسن برضه. انا اصلي ما عنديش غير ذنب واحد بس، بقتل اللي بيخوني. بس ده مش ذنب يا باشا، ده ممكن يتحط لك في ميزان حسناتك انك بتخلص البشريه من الفصيله دي. قولي عملت ايه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيهه المدام؟ ما انا كنت جاي استاذن سعادتك عشان انزل اجيبه بنفسي. بقالي ايدك منه قوي. سعادتك امتني امانه ولازم اكون قدها. وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده اتنين في واحد، غير ان هو جارد سواق مفيش منه. المدام عندها ميعاد بكره مع الدكتور، تنزل معاها تدي له ميعاد يقابلكوا في العياده، بعد ما تتفق معاه تجيبوه معاكوا وانتوا جايين. امرك يا فندم، عن اذنك. سيد، المدام من الطياره للعياده ومن العياده للطياره، لا تروح لا كده ولا كده. رساله سعادتك وصلت، ما تقلقش يا باشا. امرك هتتنفس بالحرف الواحد. استأذن سعادتك تبقي جاهزة بكرة قبل ميعاد الطيارة عشان ما نتأخرش. بجد؟ سلم بيه أمرني إن أنزل معاكي بنفسي. عن إذنك. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي هي حنفية الماء اللي في وشك دي ما بتقطعش أبداً. بتعيطي على مين المرة دي؟ بعيط على خيبتي. شفت اللي حصل يا سيد؟ ايه اللي حصل؟ سمعيني الاخبار العظيمه، اهبديني في وشي. بعيط على عجم اللي راح. بتعيطي على راجل ميت بقاله 8 سنين؟ بعيط على خيبتي وعلى مستقبل اللي راح. واطيه، وانا اللي فاكرك بتعيطي على الراجل، اتاريكي بتعيطي على نفسي. انت بتتريق ايه سيد؟ طبعا اتريق، ما لفش المرايه واقعد انوح زيك. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش اخل ده. هو اللي جاب لها سكه عجمي، هو اللي جاب لها سكه غيره. عيطي يا حبيبتي، عيطي.
عايز اعرف ناوي على ايه يا باسم؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. هو بابا مش هنا؟ ما انتي عارفه انه مش بينام هنا عشان خاطر وجيه. هو مش في اوضته؟ ما انا افتكرته هنا عشان كده. يمكن خرج. كلميه على الموبايل ده لو ما كانش قافله. اوكي انا هنزل اشوف تحت في المكتب. شكرا. الو ايوه بابا انت فين؟ قلقتني عليك. ايه في حاجه عندك؟ لا مفيش، انا بس بطمن على حضرتك. لا انا كويس، بس انت قلقتيني. طيب هو سيد معاك؟ لا اشمعنى يعني؟ ازاي بس يا بابا؟ امال حضرتك مشغله عندك ليه؟ الله فيها بس انت ما تفهميني. مفيش يا بابا، انا بس بطمن على حضرتك. انت شايف البلد قلق اليومين دول، وما ينفعش حضرتك تمشي من غير حراسه. ما تخافيش عليا، مفيش حاجه هتحصل. ولو انه احساس جميل قوي اني احس انك بتحبيني وخايفه عليا، اصلها مش عوايدك. طيب ممكن تخلي بالك من نفسك؟ وانت كمان. اوكي تصبح على خير. بني يا حبيبتي. ما تقوليش ان بسنت قلقانه عليك. وايه الغريب في كده؟ لما هو مش غريب. انت مستغرب ليه؟ على فكره انت وحشتيني. وانت كمان. بظبط. ايوه انسه بسنت. انت نايم يا سيد؟ لا بجرب السرير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش يا فندم، بقول امورين. وش كده؟ يعني ايه؟ يعني باسم قال لك في وشك انه خارج من السجن عشان ينتقم من ابوكي؟ ايوه يا سيد، وطبعا مش قادره اقول الكلام ده لبابا. هتقولي له ايه؟ انا دفعت 750 الف جنيه لباسم عشان يخرج ينتقم منك؟ فهيقول لك قوي قوي يا حبيبتي، خليه يعدي عليا بكره في المكتب بس، والنبي وصيه ما يتاخرش عشان يخلص عليا بسرعه، عندي ميعاد. ممكن تتكلم بطريقه افضل من كده عشان اقدر افهم؟ انا اسف يا فندم بس اصل الموضوع كله في شنك. عايزاها نصيحه، اطلعي نامي. اطلع نامي يعني ايه؟ وايه في شنك اللي انت بتقول عليها دي؟ اصل باسم ابن عمك من الاخر يعني بقه ما بيعملش حاجه، فانا رايي يعني ما ترملوش ودن عشان ما تستخدمهاش في كلام فارغ. طب والكلام اللي هو قاله؟ طب انا راضي ذمتك، شفتيها حتى في فيلم هندي، الدنيا علمتنا ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. لا يبقى انت ما تعرفش باسم، بس ممكن يعمل اي حاجه. زي ايه يعني؟ ممكن يقتل مثلا. يقتل؟ يقتل فرخه، يقتل كتكوت، يقتل سعادتك من الضحك، لكن يقتل كده بحق وحقيقي ودم؟ ما اعتقدش خالص يا فندم. انا رايي ارمي طوبته. سيد عايزك تخلي بالك من بابا الكام يوم دول، وما تشيلش عينك من عليه، وكلم باسم وفهمه انه الالتئام ده ملوش لازمه. لا كده واضح ان سعادتك مخبيه عني حاجه. لا وهخبي عليك ايه يعني يا سيد؟ أصل عقليها سعادتك، واحدة دفعت 750 ألف جنيه لمحامي عشان يخرج واحد من قضية، يقوم الواحد ده أول ما يخرج يبقى عايز ينتقم من أبوها عشان مش طايق وعايز يخلص منه، ولا في أي اعتبار للجدعنة اللي أنت عملتيها له. موضوع يعني ما يخشش دماغ عيل صغير، بس لو سعادتك فاهماه اشرحيه لي والنبي واحدة واحدة عشان أنا مش هاضم الحكاية دي كلها من أولها. صحيح، أنا نسيت أقول لك تروح للمحامي عشان تصرف بقية الأتعاب. ما أنا برضه نسيت أقول لك إن أنا كبلت شيك باسمك. ايوه طبعا صح. انا يا هنا